مرحبا بكم على قناتكم Tonight Show. And you won't believe the panic. This is worth it to be on. This is real. The Walking Dead هو واحد من أنجح الأعمال التلفزيونية الأمريكية والعالمية التي تم عرضها في الألفية الجديدة ومن أفضل المسلسلات في تاريخ الدراما بشكل عام. If you don't protect what belongs to you, then sooner or later it belongs to someone else. حيث ومنذ أول أجزائه حقق أرقاما عالية من المشاهدات التلفزيونية وفي مختلف دول العالم. Sometimes I think we're just surviving one fight to the next. وبالإضافة إلى ذلك، فهذا المسلسل مصنف من مسلسلات الرعب والدراما في حقبة ما بعد نهاية العالم. I just hope you understand that we didn't want to hurt you. كفكرة عامة لهذا المسلسل، فهي تدور حول استيقاظ ريك، وهو أحد شخصيات المسلسل. الذي سيقدم في أحد الأيام بعد أن كان قد أصيب بغيبوبة لا يعرف سببها، يرى أن فيروسا خطيرا ومؤذيا قد أصاب العالم كله، يحول الناس إلى متسائرين أشبه بالزومبي. وهذه المخلوقات تطارد البشر الأحياء منهم والحيوانات كذلك لمحاولة أكلهم أو ضمهم لصفوف السائرين، حيث تجذبهم أصواتهم ورائحة دمهم المميزة بالنسبة لهم. وكما يشار في بداية الموسم، فإن كل الناس الأحياء يحملون عوامل مسببة للمرض، وفور موتهم يصبحون موتى سائرين، والطريقة الوحيدة لقتل المتسائرين في هذا المسلسل هي تفجير أدمغتهم أو إتلاف كامل أجسادهم كحرقها بالكامل. I stop people from dying. يعود ريك إلى المنزل فيجد أن عائلته مفقودة، وفي محاولة البحث عنهما يجد نفسه أمام جيش من المتسائرين، وتتصاعد أحداث المسلسل تدريجيا بشكل مشوق في كامل أجزاء المسلسل الممتع. Trust this guy. I won't kill you. Max. I'm gonna kill you.